للي هتشوفوه وهتسمعوه دلوقتي. بشكر على الدعوة الكريمة. طبعا أنا أهلاوي صميم بس عشان بنا. الحقيقة عايز أحيي المهندس محمود على المجهود ده، ده يعني تبقى حاجة عظيمة. أنا تصادف إن أنا زرت الاستاد بتاع ليون، معرفش إذا كان شبير هم اللي عاملينه ولا لأ. حاسس إن الكومن هير أون ماي بايلايت فور البروفيسور شبير شابين بيرزونيش كان جرانت يعني وأن في الدان في دي سيجوتا أربعة يعني. معلش أنا بشكره يعني على المجهود اللي اتعمل. أنا كنت أعرف صاحب المكتب ده وتوفى وراجل عظيم يعني. فالحقيقة مش عايز أقول لكم ده حلم يعني لو اتعمل، وبعدين المسألة مش هتبقى سهلة. طبعا استاذ محمود هنا سهل لكم الموضوع عشان لكن لما يجي يلم الفلوس هيتعب قوي يعني، لان الناس طبعا بتحط فلوس عايزه تكسب وبتاع. وانا برضو عشان بس الاقاويل اللي بتتقال انا مش جاي اشتري النادي ولا اعمل حاجه، انا بحب النادي ده واي حاجه محتاج لها اساعده فيها يعني. والحقيقه المره دي الانتخابات صعبه قوي، لان الفريقين فريقين كويسين وكلهم من ابناء النادي وكلهم بيحبوا النادي ده، فمش هنزعل قوي مين يكسب يعني، لان جماهير عموميه مش هتطلع حد وحش ابدا يعني للنادي ده. انا منحاز، ايوه انا منحاز يعني عشان بس ما حدش نقطع الشك بني يعني. وجهه نظري ان احنا كرجال اعمال مش عيب ان انا انحاز لواحد راجل اعمال، لان احنا مش شغلتنا هي الاداره. والمساله النهارده انتم شايفين مساله مش مساله بس يعني نلعب كره وهي كره يد او رياضه بس، مساله فيها شق مهم جدا، وده تحدي هيبقى كبير جدا استاد ده يعني. برضو عشان تبقوا عارفين انتوا بتتكلموا في 4-5 مليار جنيه عشان مشروع زي ده يتم. عشان يتم محتاج برضو فريق قوي، وانا شفت الفريق اللي مع محمود هو مش لوحده، كلهم ناس محترمه. مش هقول حاجه على الفريق التاني، كلهم محترمين برضو. ويعني نرجو ان وحاجه حلوه قوي ان يبقى في منافسه بالمنظر ده يعني، يعني بتدينا امل ان اللي هيطلع لازم هيبقى هيطلع حاجه كويسه جدا، لان ده احسن نادي في مصر. وشكرا.